أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الممتع حول تربية الحمام في الصين والمخصص لإنتاج اللحوم، والذي سنتطرق فيه إلى تاريخ تربية الحمام في هذا البلد وأنواع الحمام المخصصة لإنتاج اللحوم والتقنيات المستعملة في التربية والرعاية من واحد من أكبر المصانع المختصة في إنتاج اللحوم البيضاء والفوائد الاقتصادية لتربية الحمام. وأنت تشاهد الفيديو لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة، شكرا جزيلا لك. يعود تاريخ تربية الحمام في الصين إلى آلاف السنين، حيث كان الحمام في الأصل حيوان أليف، ولكن تم تطويره في النهاية لإنتاج اللحوم من أجل توفير الطعام واللحوم لأكثر من مليار من الشعب الصيني. وفي القرن السادس عشر تم إدخال الحمام إلى أوروبا لتصبح حيوانات أليفة وحيوانات إنتاج. ومن المتوقع أن تستمر صناعة تربية الحمام في الصين في النمو في السنوات القادمة، وذلك راجع لزيادة الطلب على اللحوم في الصين وزيادة الوعي بفوائد تربية الحمام كنشاط اقتصادي وذو قيمة اجتماعية. لقد كان لحم الحمام يستهلك منذ فترة طويلة في آسيا، ولكن على نطاق صناعي مثل هذا لا يتوفر إلا في الصين. ففي هذه المزرعة الصينية تتم تربية ثلاثة سلالات من الحمام المخصص للاستهلاك، وهي كالتالي: الحمام الفرنسي. هذا النوع معروف بريشه الأبيض الناصع ويتميز بلحمه الغني بالنكهة. الحمام الإيطالي. هذا النوع له ريش أسود ويتميز بلحمه الطري وطعمه اللذيذ. وأخيرا الحمام الصيني، وهذا النوع الأكثر شيوعا في الصين ويتميز بحجمه الكبير ولحمه الطري. المرحلة الأولى في تربية الحمام هي اختيار الأزواج وعزلها في أقفاص من الألمنيوم، ويتراوح طول هذه الأقفاص حوالي نصف متر وعرضها حوالي 60 سنتيمترا، ويوضع داخل كل قفص عش بلاستيكي يستعمله الحمام في وضع بيضه والاعتناء بصغاره، ويتم تنظيف هذه الأعشاش بشكل دوري أو تغييرها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يعد الحمام من الطيور السريعة التكاثر ويمكن أن تتزاوج في أي وقت من السنة، ولكن موسم التزاوج الرئيسي يكون في فصل الربيع والصيف، ويستمر موسم التكاثر لستة أشهر من يناير إلى يونيو. بعد التزاوج بفترة قصيرة تضع الأنثى بيضتين، ثم يقوم عمال المزرعة بجمع البيض يدويا. بعد ذلك يتم نقله إلى غرفة التفقيس، ثم يقوم العمال بفحصه وإزالة البيض التالف قبل وضعه في حاضنات تتسع لحوالي 10,000 بيضة. بعد مرور 16 إلى 18 يوم من الحضانة يبدأ البيض في التفقيس، وتعد هذه العملية جد حساسة بحيث يتم مراقبة كل شيء بشكل يومي. بعد ذلك يتم عزل الفراخ وتربيتها، وتقتصر تربيتهم على ذكور الحمام فقط، بحيث يتم إطعامهم، وهذا شائع أيضا في الطبيعة، ويقوم الذكور بهذه العملية على أحسن وجه، ويعيش الصغار مع الذكور حتى يكتمل ريشهم. وبعد بلوغ الفراخ حوالي شهر يتم تلقيحهم بلقاح خاص لحمايتهم ووقايتهم من الأمراض. بعد ذلك يتم نقلهم لمزارع مشتركة لاستكمال التربية. وللحصول على إنتاج جيد من اللحوم تحتاج هذه الطيور للعناية لمدة 3 إلى 4 أشهر، كما تحرص هذه المزارع على توفير تغذية متوازنة للحمام تحتوي على الكربوهيدرات والمعادن وبروتينات. فمعظم طعام الحمام عبارة عن حبوب، وتمثل الذرة المكون الرئيسي بنسبة 50%، والخمسون مئة الأخرى فهي عبارة عن حبوب صغيرة وأعلاف مصنعة. ويتناول الحمام الحبوب عدة مرات في اليوم. ولضمان تغذية جيدة لهذا الكم الهائل من الحمام تستخدم هذه المزرعة نظاما فعالا، وهو عبارة عن خط شبه آلي، كما توفر هذه المزرعة بيئة صحية للحمام خالية من الأمراض والعدوى. ولضمان ذلك تعتمد هذه الأخيرة على نظام نصف ميكانيكي لتنظيف الأقفاز،
وتتم هذه العملية على هذا الشكل. وتمر لحوم الحمام في المصنع بعدة مراحل من المعالجة قبل أن تصل للمستهلك. ومن أهم هذه المراحل الذبح، حيث يتم ذلك في أماكن مخصصة لذلك، ويتم تنفيذ هذه العملية وفقاً للمعايير الصحية العالمية. ومن أهم المراحل هي تنظيف الحمام من الدم والفضلات، ويتم ذلك بواسطة الماء الساخن. بعد ذلك تتم عملية التقطيع، ثم تعبئة هذه اللحوم في عبوات محكمة الإغلاق للحفاظ على جودتها، ويتم بعد ذلك تبريدها مباشرة في درجة حرارة منخفضة حفاظا على جودتها ومنع تكون أي بكتيريا بها. لا تنسوا دعم المقطع بالإعجاب ومشاركته مع من تحبون.